عاملين ايه فصل جديده مع هنا كريم في هنا سكيتشن. النهارده المره اللي فاتت عملنا الاونيون سوب، النهارده هنعمل حاجه حلوه فرنسيه. اكيد هتقولوا لي وهتبقى صعبه ومش عارف ايه كده، سهله جدا بجد يا جماعه. الفكره ان هي كذا خطوه، يعني نعمل الكراكلان، نعمل الباتيسيان، نعمل باتاشو، هي كذا حاجه فاهمه. فيعني بس الخطوات نفسها او الحاجه نفسها هي سهله، يعني تتبعي بس النصائح وكده سهله جدا. انا الصراحه اخدت الوصفه من مامي، هي شاطره جدا جدا في الشو عموما والاكلاخ، يعني الفكره دي عموما شاطره جدا. انتوا اكيد عرفتوها الاكلاخ، هنعمل النهارده الاكلاخ بالشوكولا. هي اكيد الوصفه صح وهتنجح معاكم 100%، ويا ريت تجربوها. بس تعالوا بقى اول حاجه نشوف مكونات الباتيسياخ. دلوقتي مكونات الكراكلان وكمان الجناش اللي هنحطه فوق الاكلاخ في الاخر. اول حاجه مكونات الكراكلان 70 جرام براون شوجر، و 70 جرام دقيق، و 60 جرام زبده، و 200 جرام بلجن ميلك شوكليت او دارك، يعني على حسب ما انتوا بتحبوا. وكمان اكيد معايا كريمه يعني عشان هي جناش. احنا خلاص حطيناه في اي بايركس مسطح وحطينا عليها ورق الكريم فيه. دلوقتي بس هسيبها تبرد شويه تكون في درجه حراره الغرفه، عشان مش هينفع بس نوديها على طول في الثلاجه وهي سخنه، هنوديها. ودلوقتي بقى البيست جوانتي علشان نبتدي نعجن الكراكله، هنعجنه بايدي يعني بالجوانتي وكده. واساسا انا الزبده كنت يعني هي دلوقتي يعتبر سايحه، اساسا مش سايحه بس هي درجه حراره الغرفه، يعني لازم تكون في درجة حرارة الغرفة علشان تقدروا تعجنوها بإيديكم. خلاص عملناها كويس جدا، سيبناها بس كمان في التلاجة شوية عشان تكمل معانا، عشان الزبدة كانت سايحة، عشان تكمل شوية نطلعه نحط فوقيه برضه طبعا الكريم فيل اللي هو الكريم فيل. دلوقتي هنعمل فيها الطبقة من الكريم فيل عشان بس تسهل علينا العملية، يعني علشان هي بتكون طرية فمتجينا بقى تلزق ومش عارفة ايه ويحصل عمال كتيرة، يعني فقلت لكم ان هي هتسهل كل حاجة، يعني فبجد هتكون سهلة جدا. هنفردها سمك رفيع، يعني مثلا السمك ده كله بس نفس السوا. وكمان علشان اقطعه على شكل الاكلاخ ويكون زي الاكلاخ، يعني طوله زي الاكلاخ، ما عنديش القطعه بتاعته، فجبت ورقه وقطعته كده. وهنجيب بقى سكينه ونعمل على شكله، يعني عملت الورقه دي على قد الاكلاخ بالظبط. نشيل دلوقتي الكريم فيل من عليها وهنجيب الورقه نحطها، نجيب اي سكينة ونعمل على الخط بالظبط. احنا بس عايزين نعمل الشيب او نقطع الشيب عموما، وبعديها بقى نحطه في التلاجة، يعني مش هنطلعه دلوقتي هيجوز معانا والشيب هيتقطع وكده. فبس بعد ما نحطه في التلاجة ويكون خلاص الشوب طلع من الفرن، نقدر نعمل بقى كذا واحدة من دي لحد ما بيكونش فيه مساحة، والباقي عايز هنعجنه ونحطه ثاني برضه في التلاجة وبس. حطيناها كمان من تحت ومن فوق باكلين فيه، ما حطيناها على اي بورد. دلوقتي بقى هنحطها في التلاجة. دلوقتي بقى الباتاشو، مكونات الباتاشو. اول حاجه عندنا هنا 125 مللي ميه، و 125 مللي لبن، و 114 جرام زبده في درجه حراره الغرفه او برد اي حاجه مش مهم قوي، و 150 جرام دقيق. وهنا عندنا 200 جرام ل 250 جرام بيض، يعني كده حوالي 4 5 بيضات.
ومعلقه صغيره فانيليا ورشه ملح ومعلقه كبيره سكر. بص دلوقتي بقى دلوقتي حطينا الحلة على النار، هنحط المية واللبن عشان دلوقتي هنعمل الفتاشو. هنحط المية واللبن، هنحط كمان الزبدة، وكمان هنحط رشه الملح والسكر. دلوقتي سيبنا العجينه تبرد تماما. لو انتم مستعجلين اضربوها بس في الميكسر كده علشان تطلع كل البخار بتاعها وكل السخونيه. دلوقتي بقى ولو انتم ما عندكمش ميكسر عادي ممكن تقلبوا البيض باي جوزه او اي حاجه. دلوقتي هنزود البيض تدريجيا. دلوقتي حطينا حوالي 240 جرام بيض. تعالوا نشوف بس القوام شكله ازاي. المفروض ينزل بالراحة، يعني تنزل بالراحة، تنزل بالراحة جدا. يبقى ده القوام الصحيح. دلوقتي بقى هنحط الفانيليا ونقلب بس اخر ايه تقليبة. وكمان عشان تعرفوا ان هي العجينه كده خلصت ولا لا، العجينه المفروض تكون ناعمه خالص خالص وما فيهاش اي كلاكيع وتكون كمان بتلمع. يعني بصوا اللمعان اللذيذ ده. هنقلب دلوقتي. وكمان اهم حاجه علشان الاكلير يطلع كويس جدا جدا، المفروض الفرن قبل ما ندخل الاكلير فيه يكون في درجه حراره 220 ويكون سخن جدا. هنحط الاكلير في الرف اللي تحت على حسب اي فرن كمان، ونحطه اول 30 دقيقه في درجه حراره عاليه اللي هي 220، وفي اخر 10 دقائق هنحطه في درجه حراره 180 درجه واطيه يعني. وعلشان كمان هو لما الاكلاخ او الشو يعني عموما اي باتاشو او عجينه باتاشو دايما بتبقى تستوي كويس جدا جدا في اي بخار، يعني بتستوي في بخار يعني. ففي ثلاث طرق ممكن مثلا قبل ما تدخلي الاكلاخ ترشي بس عليه بصوابعك كده شويه ميه، وممكن مثلا تحطي تلج في الفرن، ممكن تجيبي حله او اي صينيه وتحطي فيها ميه تدخليها برده في الفرن. في كذا طريقه يعني. دلوقتي كمان لاي مبتدئين او ناس مثلا عندهم يعني عزومه او كده عشان يخلوا كله نفس المقاس، بتجيبوا اللي هي الورق السيليكون وتحتيه ورق زبده، وبصوا هوريكم ترسموا عليه شكل الاكلاير اللي انتوا عايزينه بالظبط والمقاس اللي انتوا عايزينه بالظبط. خلاص احنا حطيناه في قمة. دلوقتي دلوقتي بقى طلعنا الكريكلان التلاجة، هنبتدي نحطه على الكلاف وبعديها هنحطه في الفرن. احنا خلاص حطينا على شوية منهم كريكلان، هسيب شوية الكريكلان وشوية لا عشان كمان نشوف الفرق مع بعض. واللي ما حطيناش بقى عليهم كريكلان هنغمس بس صوابعنا في مية ونعدل شكله. بس الصراحة الكراكلان بيفرق جدا في الطعم وكمان بيديها قوام غير عجينة الشو الباتاشو نفسها، بيديها قوام كرانشي كده لذيذ وطعمها كده حلو. هو يعني يعتبر اساسا شبه عجينة الكوكيز يعني. دلوقتي بقى خلاص بعد كل التعب والمشاق ده هنبتدي نحط بقى عندنا الجناش. سخنت بس شوية كريمة، حط عليهم شوكولا ورشة ملح. رشة ملح اختياري عايزين او مش عايزين اي حاجة. كمان الكريم باتيسير حطيناه في قمة. وعندنا كمان الاكلير، الاكلير وال كل حاجة يعني موجودة الحمد لله. دلوقتي بقى هنبتدي اول حاجة ممكن اخد دي واخرم بالسكينة كده ثلاثة اخرام تحت وفوق وفي النص. هجيب كريم باتيسير
نحس كده ان هي خلاص اتملت والقمع بيترفع كده يبقى خلاص. صراحة حط كمان الجناش انا كل شوية يعني دلوقتي بعد ما خلصنا بقى كل حاجة ودخلناهم بعد ما خلصناهم برضو دخلناهم شوية تلاجة علشان كان الجناش سايح وكده. تعالوا دلوقتي ندور بكرحنا الاول عشان تشوفوا الفرق. كمان جميلة جدا يعني هي مديها كرونشي وكمان مديها طعم لذيذ جدا يعني الاثنين فعلا مديها طعم لذيذ. خلينا نقول من غير كراك ها انتوا تحسوا يعني مثلا لو حد مثلا عنده مشكله في سنانه او كده دي هتبقى كويسه بس يعني طريه كده وكلها طريه كده في طري وكلها طري يعني بس دي يعني لا حلوه كده ومديها كمان الكراكنه كمان مديها طعم لذيذ جدا. انا من رايي الاثنين حلوين الصراحه بس دي بس مديها كرانشي اكتر بس